مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في موجز الرئاسيات الذي ياتيكم من قناه الاقتصاديه الاولى. وفي المستهل اذا تتواصل الحمله الانتخابيه لليوم الثامن على التوالي تحسبا لرئاسيه 7 سبتمبر المقبل، حيث نشط المترشحون الثلاث والتشكيلات المسانده لهم عده تجمعات شعبيه ونشاطات جواريه بهدف الترويج لبرامجهم الانتخابيه في مسعى لاقناع الناخبين وكسب اصواتهم يوم الاقتراع. وفيما يلي برنامج اليوم الثامن من الحملة الانتخابية. صرح رئيس حزب جبهة المستقبل فتح بوطبيقة اليوم من الولاية المنتدبة بريكة في تجمع شعبي لدعم المترشح الحر عبد المجيد تبون أن الجزائر تسير نحو تعزيز قوتها الاقتصادية، كما أشار بوطبيق إلى افتتاح غرج بيلات الذي يعد واحدا من أهم المشاريع التنمية الوطنية. الرجل اليوم افتح مشاريع كبرى، من جب غرج بلاد شي تندوف، من جب تبسة الفوسفات، اليوم الرجل يتكلم على من جب تاع الزنك، الرجل يتكلم على من جب في أضرار متعلق بالليثيوم، الذهب، غيرها من القطاعات المنجمية. يريد أن يؤسس إلى قاعدة صناعية قوية تضمن ناتج محلي 400 مليار دولار في آفاق 27. الرجل تسلم الحكم لقى في الخزينة العمومية أقل من 47 مليار دولار، أقل من 47 مليار دولار، والقوانين المالية موجودة ومؤشرات الدولة والاقتصاد الوطني موجود. اليوم الجزائر عندها أكثر من 70 مليار دولار احتياط. بالنسبة للعمل التضامني الدولي، الجزائر اليوم راهي تزرع ما يسمى وتأسس إلى سبل حسن الجوار، تؤسس إلى محبة وتضامن مع الأشقاء مع الأصدقاء ببناء جسور محبة وخلق جو من السلام. المترشح للانتخابات الرئاسية عبد العالي حسن شريف اليوم الخميس في تجمع شعبي بولاية المدية أن برنامجه يتركز على إصلاح إداري حقيقي مع إعادة النظر في الدوائر التي تم تعود إلى تقدم الخدمة المطلوبة. وقال حسن شريف إن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاث محاور هامة، هي إعادة تقسيم الولايات وخلق ولايات منتدبة جديدة، إضافة إلى بلديات تعمل على الاستماع بطريقة مباشرة للمواطن. كما وعد المترشح للانتخابات الرئاسية عن حركة مجتمع السلم بإعادة الثقة للمواطن الجزائري الذي يريد العيش في رفاه. أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا خلال تجمع شعبي بقاعة السينما لولاية غردايا أن الوطن العربي يعيش حالة تشرد بعد الربيع العربي، مشيرا إلى أن عبد المجيد تبون سعى للم الشمل العربي والفلسطيني. هذا وقد واصل بن جرينا عرض إنجازات المترشح الحر عبد المجيد تبون في عهدته الأولى، حيث ذكر بقانون المقاول الذاتي الذي مكن الشباب من
إنشاء مؤسسات خاصة بهم، وكذا حرصه على رفع سرعة تدفق الأنترنت، وطلب بن جرينا من أهل غردايا التصويت لعبد المجيد تبون كما صوتوا له في سنة 2019. بقانون المقاول الذاتي الذي مكن الشباب من إنشاء مؤسسات خاصة لهم. ونتكلم أيضا عن حرص مرشحنا على رفع قيمة التدفق في الإنترنت. فكل من أعطاني كشخص صوت في الانتخابات الرئاسية 2019 نقول لكم اعطوها لمرشحنا عبد المجيد تبون. التزم المترشح لرئاسية 7 سبتمبر عن حزب الأفافاس يوسف أشيش في تجمع شعبي بولاية شلف، التزم بخلق صناعة السيارات على المستوى الوطني وإنشاء قطب على مستوى الغرب الجزائري يتكفل بهذه الصناعة. من جهة أخرى أكد أشيش أنه يراهن على عنصر الشباب باعتباره مشروعا وليس فقط شعارا. واللي عندهم المؤهلات باش يستثمروا، اولا لازم نلتزم باش نخلقوا صناعه السيارات على المستوى الوطني ويكون قطب على مستوى الغرب الجزائري يتكفل فقط بصناعه السيارات مختلف العلامات اللي قادرين يصنعوا السيارات. ثانيا لازم نفرضوا عليهم ان تو دانتيغراسيون اللي يترفع تدريجيا الى ان نؤسس للسيارات لصناعه سيارات وطنيه. ثالثا باش يعني نستجيب للمتطلبات ولا الطلب اليوم الطلب المتواجد على السوق، نفرضوا على الشركات اللي حابة تستثمر في هذا الجانب هي اللي توفر السيارات وبالعملة الصعبة نتاعها وتبيعها في السوق الوطني، وهذا تماشيا مع التأسيس لصناعة سيارات حقيقية على المستوى الوطني. ودائما في سياق الرئاسيات، حيث تميزت خطابات المترشحين وممثليهم للانتخابات الرئاسية لليوم 7 سبتمبر القادم بالتركيز على مرافقة ودعم فئة الشباب والمراهنة على ترقية الاستثمار الوطني. موسى شباحي والتفاصيل. الاستثمار في الطاقة الشبانية ودعمهم ومرافقتهم من خلال دمجهم في عالم الشغل وكذا العمل على بناء اقتصاد وطني تعد من أهم رهانات المترشحين الثلاثة لاستحقاقات عام 2024، حيث أبدى يوسف أوشيش المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية نيته بخصوص توفير كل الظروف اللازمة والملائمة لتشجيع الشباب على الاستثمار والابتكار. اليوم هناك فرصة تاريخية للشباب الجزائري باش يكرس التغيير، هناك فرصة تاريخية باش نبنيو مؤسسات عندها شرعية. من جانبه أقر المترشح عبد العالي حساني شريف أن برنامجه الاقتصادي يرمي إلى تبني نظرة استشرافية للنهوض بالتنمية المحلية وتوفير الوسائل الكفيلة بالتشجيع على الاستثمار وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال التكوين المهني والتكفل بالشباب والتكفل بالنساء والتكفل بكل فئات المجتمع. كما أكدت أحزاب الائتلاف على الدعم الدائم للمترشح الحر عبد المجيد تبون في عهودته السابقة لفئة الشباب، الأمر الذي سمح بتأسيس قاعدة اقتصادية متينة. اليوم شفنا انضباط يزيد على المشاريع وهذا يحسن المستوى ويعطي تسويق سياسي جديد بممارسات جديدة، تطهير الطبقة السياسية والعمل السياسي اللي بدات تجني ثمارها. شفنا بيع وشراء وصرالو وشفنا الآن اللي عنده برامج. الاهتمام الكبير بفئة الشباب وتشجيعهم على الاستثمار والابتكار وكذلك الاهتمام بالنهوض الاقتصادي الوطني يبرز المكانة المهمة التي يوليها المترشحون للاستحقاقات القادمة بملفي الشباب والاقتصاد كونهما أهم مفاتيح التغيير والازدهار. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية الموجز. مشاهدة طيبة لبقية البرامج، في أمان الله.